أهلا بكم إلى آخر أخبار الرياضة في جولة. تعرض غافي لاعب برشلونة لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يوريو 2024 لينتهي موسم اللاعب بشكل مبكر. أنهى المنتخب البرتغالي تصفيات أمم أوروبا 2024 بفوز عاشر على التوالي على حساب أيسلندا بهدفين مقابل لا شيء، وفازت إسبانيا على جورجيا بثلاثة أهداف لهدف في ختام مباريات المجموعة العاشرة، واكتسح المنتخب البلجيكي ضيفه منتخب أذربيجان بخماسية نظيفة سجل منها روميلو لوكاكو سوبر هاتريك. حقق المنتخب المصري فوزا مهما خارج أرضه على سيراليون بثنائية نظيفة في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، وفاز المنتخب الجزائري على مضيفه موزمبيق بهدفين نظيفين ليعزز صدارته للمجموعة السابعة. وحصد المنتخب السوداني أول انتصار له في التصفيات بفوزه على الكونغو الديمقراطية خلال المباراة التي أقيمت في ليبيا. كشف الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني أن مدرب الفريق تشابي ألونسو ليس لديه شرط جزائي في عقده يسمح له بالانضمام إلى أحد أنديته السابقة، هذا ما يجعل انتقاله إلى تدريب ريال مدريد المهتم بضمه أمرا مستبعدا. تأهل الريان إلى ربع نهائي كأس أريدو في صدارة المجموعة الثانية بفوز على التحيل الثاني بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وتجاوز الشمال الغرافة بهدف نظيف ليحجز مقعده في دور الثمانية. أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش لقب البطولة الختامية للتنس للمرة السابعة في مشواره، وهو إنجاز قياسي متجاوزا السويسري روجر فيدرر عقب فوزه الأحد في النهائي على البطل الإيطالي يانيك سينر بمجموعتين لصفر في تورينو. هكذا نصل إلى ختام جولة، إلى اللقاء.